اسمحوا لي مشاهدينا أنه إحنا ننتقل لجدة ونتعرف مع زميلاتي على ضيوفهم وعلى الأثر النفسي على الرجل اللي بيترك عمله أو بيتقاعد من عمله. مساء الخير خلود وجيهان. مساء الخير ليك يا هبة. بالفعل إحنا حنعود مرة ثانية للموضوع اللي كنا تفضلي اليوم كتروا المساءات اليوم كتروا المساءات. شفتي كيف كل بين كل فقرة وفقرة كتروا المساءات وكترت اللي هي حكاية دخول الأسماء في بعضها، بس ماشي الحال، يعني كل واحد بالنهاية كله بيطلع حلو. زي ما قلتي يعطيك العافية، زي ما عافيك. شفتي بالنهاية كله بيطلع حلو بالضبط. احنا كله أول على آخر، احنا أسرة واحدة في سيدتي. فزي ما تفضلتي وذكرتي، احنا هنرجع مرة ثانية لموضوعنا اللي كنا بنشرح فيه الأثر أو أثر فقدان الوظيفة على الرجل أو حتى المرأة. دائما احنا بنسمع كلمة أحسن من الجلسة في البيت، أي شغل أحسن من الجلسة في البيت. هذه الكلمة لها معاني كثيرة، وبالتالي أكيد لها أثر نفسي كبير. احنا حابين نتعمق أكثر بهذا الموضوع مع ضيوفنا في الاستوديو، المستشار تراد باسنبل، مدرب التنمية البشرية والشاب وائل أبو طالب، اللي لي تجربة بنفس هذا الموضوع. يسعد مساكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، حياكم الله. بداية احنا بنتكلم على موضوع يمكن بيواجه الكثير من الشباب والفتيات اللي بيتفرجوا علينا، حتى المتقاعدين. فبالتالي حتوجب سؤال الأول ليك يعني تراد، إيش يعني فقدان الوظيفة؟ إيش يعني خسارة أو حجم خسارة هذا الموضوع؟ صدمة. في دكتورة نفسية كانت تتكلم عن خطوات يمر فيها كل الناس اللي يمروا بأي صدمة. الدكتورة وطلعتها في نظرية عالمية، حتلاقي كل الناس فيها، من أيام من مثال لعمر بن الخطاب لناس في وظائف، لناس حصل لهم عجز مثلا بصري، ناس حصل لهم حالة وفاة. ففقدان الوظيفة يعتبر صدمة من الصدمات اللي تمر بالإنسان. أول حاجة، أول خطوة يسموها الصدمة والإنكار. لا، مستحيل يكونوا استغنوا عني، مستحيل الموضوع ده يكون صحيح، مستحيل. خذيها في كل الصدمات. مستحيل. بس تراد هذه في حالة واحدة فقط، هو استغنى عنه، مو لو هو ترك الوظيفة. إحنا بنقول لو فقدان وظيفة في ناس بيصاحبها صدمات إذا هم تستغنوا عنه. الصعوبة المراحل الثانية، هذيك مراحل تعود، ممكن يتعود عليها صعبة، زي ما تعود على هذه الأسرة بيلاقي نفسه في مكان ثاني، تذكري المكان اللي كنت تشتغلي فيه قبل سيدتي. كيف كنتي وكيف المجال وكيف كنتي، والآن شوفي سبحان الله بتتكلمي عن أسرة. بس ممكن المكان الثاني يعوض عن صدمة المكان الأولاني. شوفي موضوع رزق سبحان الله، يعني قد ما انه تمري بالمراحل الصعبه هذه قد ما انه تلاقي نفسك مشيتي. هذه لو عرفتي المراحل اللي قلنا عليها حقت الدكتوره النفسيه، صدمه والانكار اول شيء، حتى لما انت تتركي، يعني الموضوع انه لا مستحيل تلاقي نفسك ثاني يوم خارجه برضو بتلبسي نفس لبسك ورايحه للمكان اللي انت كنت رايحه فيه دائما، تبي تروحي المشوار تبي تلبسي نفس اللبس. الخطوه الثانيه الغضب، بعد كل اللي انا عملته، بعد كل اللي سويته، طب لسه ناخذ يمكن حتى مثال وائل، لسه الفترة بسيطة، طب ما أخذوا، ما طلعت كل اللي عندي، عندي أفكار هم ما هم فاهميني. هذه الغضب. الخطوة الثالثة اللي كانت جهن تتكلم عليها، الإنعزال، العزلة، الاكتئاب. واحد بيتشارنق بالضبط، بيعتزل. هذه أسوأ وأهم وأخطر خطوة، لأنه في ناس بيجلسوا فيها بالسنين. صح. أعرف حالة جلست 5 سنوات صح. حابس نفسه في غرفته، يدخلوا له أكل وشرب، ما يسوي ولا شيء غير أنه بس جالس يأكل ويشرب. طبعا قبلها مر بكل المراحل هذه، صدمة وإنكار، غضب، اكتئاب ينعزل. يعني تفقدي قوتك، تحسي نفسك أنه فقدتي ثقتك في نفسك. صحيح. فقدتي أشياء كثير. أحلى خطوة، الخطوه اللي بعدها مباشره، ان لما انت تنفتحي على الناس وتتكلمي معهم، لما تقدري تتجرأي تقولي ترى انا صار لي كذا وكذا وكذا وكذا، مجرد ما تتكلمي هتبداي تشوفي انه في حكمه سبحان الله، ربنا حكمه له. طب في هذه النقطه الاخي اللي بعدها مباشره تبداي تستكشفي ايش الفرصه الثانيه. يعني هي مراحل بيعدي عليها الانسان، كل الناس فقد وظيفته. يعني كنت بتتكلمي انه في ناس كذا وفي ناس كذا، لا هم الناس اللي تشرنقوا، هذول لسه ما عرفوا الخطوات. مجرد ما تعرفي الخطوات، انا على فكره استغني عني في احد الوظائف، كنت بمثل في شركه اداره الموارد البشريه، وصار خلاف بسيط بيني وبين مدير الماليه، وصاحب العمل قرر انه يستغني عني. انا جلس معي سنه، وهذا كثير طبعا يعتبر، لانه ما كنت اعرف. هي معلومه مجرد الواحد يعرفها يتخطى صدمه وانكار، غضب، اكتئاب، عزلة، بعدين تتكلمي عن الموضوع، بعد ما تتكلمي تشوفي الفرص اللي موجودة. لما تشوفي الفرص اللي موجودة تلاقي أوف يا ريتني خرجت من زمان. بعدها تلاقي حياة جديدة وترجعي تعيدي. طب تراد، أنت أكيد مروا عليك ناس كثير فقدوا وظائفهم، وكثير كانوا بيشتكوا لك من المراحل هذه اللي مروا فيها، وهم يمكن ما هم مدركين هذه المراحل اللي هم فيها. بس بتجيهم أفكار كثيرة على إيش الأشياء اللي بيفكروا فيها وقتها؟ هل بيفكروا في الانتحار؟ هل بيفكروا إنه ينتقموا؟ إيش بالضبط الأفكار اللي بتجي؟ أمس وصلت رسالة إنه واحد جالس وصل فيه الموضوع إنه جار ياخذ حبوب ضغط وحبوب، وبدأ موضوع يبان معاه سكر.
الضغوطات الصعبه اللي بتمارس الواحد صار مرض عضوي. يس. ما هو الموضوع فين؟ يعني السؤال الاول قبل ما نوصل لهذه الاشياء، هل انت في المكان الصحيح ولا لا؟ في مثال بسيط لايمن جمال، احد الشباب الاعمال اللي عنده شركه فيجوالايزت، وكان عنده موظف خريج مبيعات وبيشتغل مبيعات وكل حياته مبيعات، جاء عنده مو محقق ارقام. وفي البزنس ما هي مجاملات، يعني انا جاي وفاتح شركه مو عشان والله لا تطلعوه حرام ورزق. اخذ هذا الشخص قبل ما يفكر يفصله، عمل له اسسمنت اللي هو تقييم، لقي انه نقاط قوه هذا الشخص في الكواليتي مانجمنت، في اداره الجوده. فهنا حولوا على قسم اداره الجوده، قلب الشركه قلب. السؤال الاول قبل ما نعرف الموضوع، هل انت في المكان الصحيح؟ هل انت في الوظيفه الصحيحه اللي تناسب قدراتك وشخصيتك؟ في ناس يعني انطوائيين شكلهم طبيعتهم كذا، يسمون عندهم ذكاء شخصي، هذا تحطه في مكتب لحاله يفكر، مو انه تحطه بين الناس، حطه بين الناس ما حيديني نتيجه، والعكس. فالفكره قبل ما نقول انه والله الظروف اللي مرت، ايش الشيء اللي انت بعد ما طلعت من وظيفتك قبل ما تزعل وتكتئب تكلم وتتكلم مع مين؟ مين الشخص اللي تتكلم معاه عشان يفيدك؟ يعني احد الاشخاص خسر وظيفته، هو كان مقاول، كان يعمل في شركه مقاولات، صار عليها ازمه خرجوهم من الوظيفه، بيكلم صاحبه، اهلي، مصاريفي، اولادي، مرتي، الظروف. بيفكر دائما لا شعوريا، يفكر بالاشياء السلبيه اللي خسرها. صاحبه قال له اهدى، ايش ممكن تسوي الان ما كنت قادر تسوي اول؟ قال له انت مجنون، اقول لك خسرت وظيفتي، انت عارف يعني ايش دخل اهلي واسرتي؟ تمام. قال له انت ايش تقدر تسوي الان؟ قال له ما اعرف غير الشغله دي. ايش هي؟ مقاولات. مين خرج معك من الوظيفه؟ فلان وفلان وفلان وفلان. ايش تقدروا تعملوا؟ قال له احنا ما نعرف غير انه نبني. طب تقدر تجمعهم اللي خرجوا معك وتسوي معاهم فكره مشروع؟ هذا الان من اكبر مقاولي الفنادق في العالم. يعني كيف انه لما تنصدمي من الموضوع، ايش البديل اللي تقدري تسويه؟ فين المكان اللي اقدر اروحه؟ كيف اقدر اخرج من يعني الموضوع؟ يعني المفروض الشخص يحدد اتجاهاته، يعرف هو رايح فين اكثر من غيره، لانه ممكن لو تصاب نفسه الغير ويحدد اتجاهه يمكن يفشل في امور كثيره. ناس نعم. انا حابه اتوجه بسؤالي ثاني لوائل حقيقه، انه وائل انت كان لك تجربه في هذا الموضوع. نعم. فقدت عملك، حكينا نعم. عنها. كنت في تجربه كاي شاب تقدم على وظيفه وتم قبولي مبدئيا، وانه على اساس انه حتنزل للعمل. كانت الوظيفه اساسا فيها مقابله للجمهور. فخلال اسبوع تقريبا فجاني المسؤول عني قال لا انت ما تنفع. طب ليش ما انفع انا؟ ايش اللي حاصل؟ ايش اللي صار؟ ما تم قبولك بالوظيفه. نعم، انه لازم يجربوك لانه كنت في مقابله للجمهور. فنزلت على ارض الواقع يعني وبدات، فما كان عندي شيء انه انا طيب ايش اللي احتاجه انا. فبعد اسبوع جو قالوا لي والله ما حتقدر تكمل معنا، انه مع انه في بدايه اول يومين ثلاث ايام لا كويس ممتاز احسنت مش عارف ايه، ما قالوا لك اي ابدا ما... لا يعني ما سبقها لا تدريب. ما سبقها يعني شرح كامل للوظيفة أو عملي ومن الجمهور اللي حقابله. لا يعني بعد التجربة، بعد ما شافوا تجربتك. نعم. بعد نعم ما نعم نزلت الميدان، ما كان في ملاحظات على أدائك؟ لا ما كان في ملاحظات على أدائي. ما كان يعني في توجيه؟ نعم بشكل عام ما كان في ملاحظات، إلا ممكن بس لا عدل هذه، ممكن يكون هذه كذا، أشياء بسيطة. ما إيش تتوقع يا وائل السبب؟ إنه هم كسل منهم ما يبغوا يعطوك توجيهات؟ طبعا أنا ما قلت إنه أوكي ومشيت وزعلت وليش ما ليش، لا طلعت إلى الإدارة، حتى وصلت للإدارة فوق يعني، إنه تقريبا جلست شهر إنه أتابع الموضوع. وصلت للإدارة فبيقولوا لي إنه ما عندك طريقة إنك تتعامل مع الجمهور، أسلوب تعاملك مع الجمهور في عندك يحتاج لك كثير. طيب أوكي. طيب دربوني. بالضبط هذا هو، دربوني. والله مر فترة طويلة. ما في بعض الشركات معليه عذرا بس بترمي الموظف، بكون زي الطفل، الموظف أول مرة في حياته يشتغل في نص البحر ويلا عوم. طب وائل أمانة أول ما جاك هذا يعني الاستغناء مثلا، خلينا نقول فكرت في إيش أول شيء فكرت؟ أنا طبعا أول ما قالوا لي إنه ما حد تقدر تكمل معنا، يعني غضب شديد بشكل مو طبيعي، حالة نرفز، أي حد يكلمني ما أقدر أتكلم، ممكن أرد أي رد. بس لما جلست مع نفسي كذا إنه طب ليش يعني، إنه إيش اللي فيه ينقصني إنه أنا في الوظيفة هذه؟ مختلفة عن المراحل اللي عدى اللي قال عنها. لا بالعكس، في البداية رفض، لا وراح قلم الإدارة. وبعدين غضب. جلست شهر كامل وأنا في الفترة هذه أنا مع نفسه، الاكتئاب يعني والعزلة. حتى في البيت يعني لا أكل لا شرب، بدور كل يوم الصباح بروح لين عندهم. إيش وضعك الآن؟ نعم الآن لا الحمد لله، طبعا وصلت إلى مرحلة رحت لاستشاري، ابغى اعرف انا ايش شخصيتي، ايش اللي ناقصني انه انا اقابل الجمهور، ايش اللي احتاجه. الحمد لله الان موظف بس مش في نفس الشركه، مو في نفس الشركه، في شركه ثانيه، وبقابل الجمهور، والجمهور هو تقريبا
يعني انا اعتقد يعني خلود راد انه وائل حاله نادره صراحه، انه مر بهذه المراحل، عرف ايش بالضبط اللي ينقصه هو من نفسه. انا الوم لوم يعني كبير بالضبط، انا الوم لوم كبير على الشركه لانه جات ورفضت البني ادم، او اول شيء حتى وهي كدا ما قيمته صح، وبعدين حتى ما قالت له فين النقص او حاولت تدربه. هذه مشكله. طراد اذا عندك شيء بسرعه لانه احنا طيب خلص معنا. نقطه مهمه، هي نفس المراحل، في البدايه انكر، بعدين غضب، بعدين انعزل لوحده شهر، بعدين اتكلم مع مستشار واتكلم مع الشخص. هنا النقطه اكلم مين؟ هذه انا احييه فيها لانه مو كلنا بنسوي كده، وهذه النقطه اللي لازم الكل يسويها. مو يستسلم ويقعد او يحس لا انا ما فيها شيء، انتوا العيب فيكم، ويتملك الغضب اكثر. انه في ناس بيرفضوا القرار وفي ناس لا بيستسلموا وبيحبطوا. اذا يبغى يطلع برساله تكلم مين بعد الصدمه، واهم شيء بدل ما نلوم الشركه حط نفسي مكانها. اعطي من يستحق ولا تعطي من يحتاج. شركه از بزنس، مو انا حقول والله ليش طلعتوه، ليش سويتوه، ليش عملتوه. انا قبل ما اوظف اعرف مين الشخص، هل يناسب مواصفاته. في اختبارات تقييم معروفه عالميه منها تالنت كيو وغيرها، يوريكي هل هذا الانسان مناسب لذا المكان ولا لا، وفين بالاصح المكان اللي يناسبه تمام. عشان يبدا فيه. كثير من الناس خسروا وظائفهم، اللي يعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه حيكون مرتاح وهو في المكان اللي انا تخصصت في الشيء اللي قالوا لي انت ما تنفع فيه. تخصصت في الجامعه بكالوريوس، والله برافو، اكمل ان شاء الله على الماجستير في الشيء اللي هو مقابله الجمهور. الان انا بقابل جمهور على مستوى في اي بي. هو انت بتقابلنا الان، بتقابل على الشاشه مئات الجماهير. نشكر رسالتكم وصلت اكيد. الله يعطيك العافيه. نشكر تواجدكم معنا. الموضوع جدا مهم، وان شاء الله يعني من جد كلنا نتعلم منه، لانه خيبات الامل في الدنيا ما حتوقف، حتستمر، لكن احنا اللي نوقف نفسنا بنفسنا. فقرات سيدتي مستمره، ولكن بعد هذا الفصل خليكم معنا. سيدتي بعد الفاصل، بريق الذهب مجموعة 2014 لمصممة الأزياء الكويتية فاطمة إسماعيل.